مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. وطبعا مشاهدينا الكرام، تأخرنا قليلا عن موعد البرنامج نظرا لمتابعة القمة العربية وكلمة رئيس الجمهورية، الكلمة الموجزة والمركزة على لحمة الأمة العربية والإسلامية. وأيضا تحدث عن مؤتمر الحوار الذي يشكل نقطة تاريخية كبيرة، وأكد أنهم جميع اليمنيين يأملون بأن يحقق هذا المؤتمر نتائج إيجابية، ولما سيبنى بها الدولة مدنية حديثة ينعم بها كل اليمنيين شماله وجنوبه. على كل حال مشاهدي الكرام، نعود إلى موضوعنا. واليوم الحلقة التي ستطرح لكم مشاهدينا الكرام لتقولوا كلمتكم فيها هو موضوع مؤتمر الحوار الوطني، وبالتأكيد لكم رسائل إلى هذا المؤتمر الذي يحتوي كافة الأطياف السياسية والاجتماعية من كافة المحافظات اليمنية. وبالتأكيد طبعا كل ما يطرح في هذه الحلقة هو يعبر عن رأي المشارك معنا، ولا يعبر بالضرورة عن رأي القناة وعن توجه القناة. هذا البرنامج هو منكم وإليكم، وسيستقبل كافة المشاركات سواء نتفق معها أو نختلف معها. اليوم نتكلم عن محور مهم وهو مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكلمتكم إلى هذا المؤتمر وعبر الاتصال الهاتفي على الأرقام التي ستظهر تبعا على الشاشة، وأيضا على صفحتنا على الفيسبوك الكلمة لك، صفحة البرنامج على الفيسبوك. وأرجو رجاء خاص من جميع المتصلين معنا أن يركزوا في الطرح، وأن يتقيدوا بموضوع هذه الحلقة، وأن أيضا يختصروا في مشاركتهم حتى نترك مساحة كبيرة لجمهورنا الكريم داخل الوطن وخارجه يعبر عن رأيه ويقول كلمته في هذا الموضوع وفي مواضيع متعددة ومتجددة. دعونا اليوم نركز فقط عن كلمتكم حول مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأولى مكالمة هذه الحلقة. ألو، السلام عليكم. ألو، عليكم السلام. مرحبا، كيف نتعرف عليك؟ أحمد محرز المريسي. أحمد المريسي المليكي، أحمد المليكي من صعدة، تفضل أخي الكريم، الكلمة لك حول مؤتمر الحوار الوطني الشامل. حول المؤتمر، تفضل. المؤتمر إن شاء الله مبشر بالخير. ارفعوا لي صوتي يا شباب، أنا ما بسمعش. بفضل الله تعالى وبفضل المتحاورين إن شاء الله، وبفضل إخواننا الأشقاء والدول العربية والإقليمية بالتعاون معنا، نشكرهم ألف شكر. ونشكر ابن عمر الذي هو يقول الحق ولا يخاف لومة لائم. نعم، شكرا لك أخي أحمد المليكي من محافظة صدر. يعني الحوار شباب يضبطوا لي الصوت. يعني أشكرك أخي أحمد المليكي على مشاركتك معنا. طبعا مشاهدينا الكرام، اليوم أكد أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أنه لن تضاف أي أسماء جديدة إلى قوائم مؤتمر الحوار الوطني، كما يشاع أن هناك أسماء أضيفت غير الأسماء التي أعلنت قبل أسبوعين. وقال في تصريح ل 26 سبتمبر يقول: كنا في اجتماع مع رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ولم نجد أي مؤشرات أو دلالات على هذا الأمر. من جانبي اعتبر نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني ما يتردد عن وجود تصورات جاهزة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني المنعقد حاليا بالعاصمة صنعاء بأنه غير صحيح. وقال أيضا: لا نعرف أي تصورات جاهزة إطلاقا، فالمتحاورون داخل قاعة الحوار هم الذين سيضعون تصورات وما سينقل لوسائل الإعلام، وأنتم ستكونون حاضرين وستعرفون هل هناك تصورات جاهزة أم أن المتحاورين أنفسهم هم من سيقومون بذلك. أعود معنا مكالمة الآن. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الكريم، تعرف عليك. ألو، معك عبد الباسط. عبد الباسط، من أين عبد الباسط؟
عبد الباسط هادي محافظة الضالة. من الضالة، تفضل أخي الكريم، الكلمة لك. عبد الباسط محمد ناجف هادي. تفضل يا عبد الباسط، أنت على الهواء، تفضل. محافظة الضالة. أرجوك رجاء خاص عبد الباسط، اسمعني من صوت الهاتف واختصر التلفزيون. خلاص نعتذر، نعتذر أخي الكريم، طالما والمشارك معنا لا يريد أن يسمعني من صوت الهاتف، قد لا أستطيع أن أتمكن من سماع مشاركتي بشكل جيد. أتمنى أيضا وأكرر من جميع المشاركين معنا أن يسمعوني من صوت الهاتف ويخفضوا صوت التلفزيون حتى أتمكن من سماعهم بشكل جيد. مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو، ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم ثويبانة. ثويبانة، من أين يا ثويبانة؟ من حضرة إب. من إب، تفضلي يا أختي الكريمة، الكلمة لك حول موضوع مؤتمر الحوار الوطني الشامل. أقول أولا رحم الله الشهداء اليمن والشهداء الكرامة، وعرف الله الجرحى، ولا ننسى أن ما وصلنا إليه إلا بفضل الله ثم فضل الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم. نعم. وأقول بإسلام انضمام الجيش للثورة والثورة الذي يشعر بأن مهمته هي حماية الوطن والشعب والثورة وليس حماية السادة والأسرة. فأنا أقول لكل المعنيين بالشعار الوطني بأن يعملوا على حل كل مشكلة اليمن بأساليب سلمية، وأن يتبعوا الكل على طاولة الحوار. 18 مارس بداية خير اليمن إن شاء الله، وأتمنى من الشعار الوطني أن يعمل على تحقيق كل أهداف القرار والشهداء، وأن لا ينسى أن ما وصلوا عليه ما وصلوا إليه الآن من خير هو بفضل الله بفضل الشهداء، لأنهم الآن اجتمعوا على طاولة الحوار من الشمال إلى الجنوب. فنحن نتمنى أن ينجح هذا الحوار وأن يجعل الوطن أولا، وأتمنى أن بعد هذا الحوار أن يرجع لليمن من هو استقراره وازدهاره، وأن يرجع من أول الدول المصدرة والمنتجة وليست المستوردة، وأتمنى أن يرجع على القضاء العادل الذي لا يفرق بين غني أو فقير أو مسؤول أو مواطن، وأتمنى من الثوار أن يستمرون بمطالبة حكم كل من تورط أو أمر بسفك دماء الثوار الأحرار. فأنا أطالب بن عبد رب منصور هادي أن يعمل على محاكمة القتلة الذين سفكوا الدماء، وأتمنى أن يعمل على هيكلة الجيش، وأن يريد أن يكون شعار الجيش تحقيق الأمن والأمان بدون وساطة. شكرا لك ويبانا. قضايا حاكم الرئيس المرؤوس كل الشر والقانون. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وصلت رسالتك ويبانا من إب، شكرا لك على مشاركتك معنا. مكالمة أخرى. السلام عليكم. ألو، ألو، السلام عليكم. ألو، طب مكالمة أخرى. السلام عليكم. طبعا مشاهد الكرام، أيضا فيما يتصل بالقضية الجنوبية، يقول الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني، يقول كل الأطروحات التي تطرح على الساحة الجنوبية طرحت على طاولة الحوار، فكلما ينادي به الشارع الجنوبي تكلم عنه المشاركون في مؤتمر الحوار. وهذه رسالة لمن لم يلتحق بالحوار الوطني الشامل من أبناء المحافظات الجنوبية أن يلتحقوا به، فلا توجد شروط معينة ولا حدود معينة ولا وصاية معينة، وكلما يعبر به الشارع الجنوبي عبر عنه أعضاء المؤتمر في قاعة المؤتمر. ألو، مكالمة أخرى. ألو، أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي كريم، تعرف عليك؟ اللواء نصر علي حسين. اللواء ناصر؟ نصار علي حسين. نصار علي حسين، من أين؟ من مديرية حمدة. من صنعاء، تفضل أخي الكريم. طيب. اللواء نصار، تفضل. نعم، مساء الخير. مساء النور والعافية، نحن نتكلم اليوم عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ورسالتك نعم. إلى مؤتمر الحوار، تفضل، الكلمة لك. يا عزيزي، نرجو للأخوة في مؤتمر الحوار التوفيق والنجاح، وأن كل شخص منهم يمثل ضمير كل اليمنيين، لا يمثل لا قبيلة ولا عشيرة ولا حزب ولا فئة. إذا دخلوا بهذه الروح ووضعوا آمال اليمنيين جميعا أمامهم، فإنهم إن شاء الله ناجحين. نعم. كنت قد بعثت رسالة إلى المؤتمرين بأن ينفذوا أو يطلبوا من الأخ الرئيس إصدار قرار للعشرين النقطة لتنفيذها، بدلا من أن تبقى في لجان، لأن هذا الأمر يهيئ الناس ويشجع المواطنين في المحافظات الجنوبية
إلى أن هناك نية لبناء دولة. يجب أن يكون عند الجميع النية الصادقة لبناء الدولة المدنية الحديثة. نعم. الذي يسود فيها القانون والعدل والمساواة. ولكن إذا تأخرت الأمور فإن الناس لا يثقوا بما يجري. خاصة وأن قضية هيكلة الجيش لم تتم قبل الحوار، وعليه المفروض إدخال العناصر الوطنية ولا نبقى في الرموز السابقة. عناصر وطنية شريفة مستقلة من الأحزاب، حزبها الوحيد هو اليمن ومصلحة اليمن. نعم. وكذلك المؤسسات الأمنية بحيث أنه نضمن الأمن والاستقرار. لقد حشدت الدولة أكثر من عشرات الآلاف لحماية مؤتمر الحوار، وها نحن نسمع شخص يقتل هنا وشخص يقتل هناك. نعم. هذا عار علينا. نعم. أنت أيضا تشدد على موضوع الجانب الأمني بالتأكيد. الشيء الآخر، إن مؤتمر الحوار لم أرى فيه مجموعة اقتصاديين الذي يضعون اللبنات الأساسية لمستقبل اليمن، ما زال تقسيم البترول لأشخاص، ما زال الذهب يضلعه أشخاص، ما زال اللعب بالثروة السمكية يلعبوا بها أشخاص مع أجانب آخرين. هذه القضايا يجب أن ينظر إليها باهتمام بالغ. شكرا. إن كان مجدين في بناء البلد. نعم. وإن كان عبارة عن مؤتمر ضحكة على الدقون، فإن هذا الأمر يمكن يوصل البلد إلى ما فيه سوريا، ونرجو الله أن يدحنا كل مكروه. أرجو لليمن مستقبل طيب، وأن يعمل الجميع من أجل الجميع، والسلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لك لواء نصار علي حسين من محافظة صنعاء على هذه الأطروحات، وأتمنى في الحقيقة أن تصل هذه الرسالة وهذه الأطروحات إلى مؤتمر الحوار الوطني ويأخذون بها، وإن شاء الله نرى نتائجها عما قريب. مكالمة أخرى. ألو. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي كريم، تعرف عليك. يا أخي ماجد، حياك الله. الحمد لله. الله. أنت عرف عليك يا أخي الكريم. معك محمد الباسعيدي. محمد الباسعيدي. 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 حياك الله. من أين يا محمد؟ نعم، من عدن. من عدن. تفضل أخي الكريم، الكلمة لك. بالنسبة للحوار الوطني إحنا نتأمل عليه أعمال خير إن شاء الله. إن شاء الله. ولكن نريد القرارات التي أصدرت من الرئيس أن تكون وليس أقوال. إنها الأراضي. الأراضي لا أحد الآن ما شفنا شيء، تسكين وما تسكين بالصغر. ما في توجيه الآن. طبعاً نفس الكلام. يعني بالسنة الشعب الجنوبي حتى يعيش يكون له يعني يكون عمل وطموحات تماما، لكن الآن كلها أقوال أفعال، لا أحد الآن ولا نجد شيء. أما بالنسبة للحوار الوطني الآن اللي في صنعاء غيروا من مجلس الحوار، نفس مجلس الحوار، ما بصوت ولا شيء ولا شيء. مجلس الحوار يكون من ناس يعني فاهمين وناس يعني بالدورة، مش كل واحد على منطقته، هذا عنده مياه وهذا عنده كهرباء وهذا عنده يعني مصلحة الشعب كامل واحد. كيف نتفق على يعني دستور واحد على أنظمة واحد؟ الآن اليمن ما عندنا دولة، دولة مش موجودة خلاص. ايش من موجودة في أي محكمة؟ تروح أي محكمة تحس إن الرشوة موجودة، مع فلوس حتى تفضل، ما مع فلوس ما حصل شيء. يعني الدولة لحد الآن ضايعة. وين الدولة؟ نريد دولة أمن وأمان للمواطن، للمستثمر يعيش الإنسان في أمان. الكهرباء في عدن، الكهرباء في عدن الآن تصفى، كيف نجي الحر؟ نعم. يعني من الآن يمكن في اليوم أو في 24 ساعة 5 مرات تصفوا على عدن. عدن قبل الوحدة ما كانت تصل كهرباء فيها أبدا. نعم. المياه مقطوعة نادرة ما في، قبل الوحدة ما كان هذا الكلام موجود. اعطوا أمل للمواطن الجنوبي. نعم بالتأكيد أخي محمد، المشاكل كثيرة في جميع المحافظات الجمهورية الشمالية والجنوبية، ولكن إن شاء الله نتمنى من مؤتمر الحوار الوطني أن
يأخذ بكل هذه النقاط التي طرحت والتي ستطرح، والمشاكل بالتأكيد كبيرة، والحجم الدمار الذي خلفه النظام البائد كبير، ونتمنى إن شاء الله أن نراه يمنا مستقرا في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. مكالمة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معه؟ نعم، من معنا أخي كريم؟ تفضل أخي، أنت على الهواء. محمد العثمي، معك محمد العثمي. الله يعافيك. محمد العثمي من أين؟ من السعودية. من السعودية، تفضل أخي كريم، الكلمة لك. نعم، فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أنت على الهواء يا محمد. محمد، أول شيء يعطيكم العافية، من السعودية طول عمرك. تفضل، أنت على الهواء أخي. دام فضلك، الله يرضى عليك. بالنسبة يا أخي للوضع اللي أنا أشوفه في اليمن، الموضوع هو حول الحوار الوطني. نعم، ربما الجميع يعرف الوضع في اليمن، لكن نريد أن توجه رسالتك إلى مؤتمر الحوار الوطني، وما لديك من كلمة، تفضل. رسالتي طول عمر حول بالنسبة للحوار الوطني، نرجو من المتحاورين أول شيء أن يمثلوا الشعب تمثيل لائق. هذا قاعد يتكلم بالهاتف، وهذا قاعد يكلم خوية في زاوية أخرى، وهذا يعني كل واحد يعني دي قال حركات غير لائقة بهم، يعني هؤلاء دي قال الطبقة المثقفة في الجمهورية اليمنية. نعم، يعني ما تحس إنه في جدية في المؤتمر يعني؟ نعم، في إشكالية يعني لما ننظر، هذا بيلقي كلمة وهذا قاعد يتكلم وهذا قاعد يشاور خويه، يعني منظر مؤذي، منظر مسيء لنا احنا اليمنيين. فهمت علي؟ نعم. فنرجو منهم يعني ان يلتزموا بالنظام التي عدته هذه اللجنة المحضرة لهذا المؤتمر. بالنسبة يطلع عمر، عندي برضو رسالة لوزير الداخلية. نعم. حول انابيب النفط والابراج الكهرباء. احنا مغتربين في دول نعرف ان في هناك امن يسمى امن المنشآت، سواء المنشآت النفطية او غيرها. اين هذا امن المنشآت في الجمهورية اليمنية؟ اين يوجد هذا الامن؟ نعم. طيب، هناك في قبل يومين ابغى اشارك في قناة اليمن اليوم، ويمكن ما هم الاقتصاد، بس انه ايش طارح لنا ارقام كذا عشوائية، فيتكلموا عن المواطنة المتساوية. اين المواطنة المتساوية؟ اين المناهيل؟ اين الاوامر؟ أين الكرب؟ أين الصيعر؟ أين هذه القبائل اليمنية التي لها سمعة وتاريخ في الجزيرة العربية؟ نعم. ثاني شيء يقوله زعيم، زعيم ما هو من زعيم بالله عليك علي عبد الله صالح؟ دمر العلم. بالنسبة للتعليم في اليمن زيرو، البنى التحتية زيرو، كل شيء في اليمن صفر. ماذا خلف لهذه الحكومة التي انتخبت من قبل الشعب حاليا، الحكومة المؤقتة هذه؟ ماذا خلف لها؟ خلف لها المصائب، خلف لها البلاوي، خلف لها جميع المشاكل، واليوم ينتقد الحكومة. ما تسوي الحكومة؟ أنا من عتمة ومهاجر لداخل المأرب، بلدي لجيت فيها مركز صحي، لا مدرسة، لا مشروع مياه. على ما خلق الله هذه الأرض، مروا في عام 1979 وأنا طفل، يطرحون لنا بويا حمراء، هذا مشروع طريق وكذا وكذا وكذا، وكل 3 4 سنوات بنقط قطة، كل واحد يعني المواطنين ضعفاء. بنعاني يا أخي من الكثير التي خلفوا علي عبد الله صالح ونظامه للأسف الشديد. نعم. واليوم يدخلوا في الحوار ويدخلوا لنا نفس المسؤولين الأولين. ماذا خلفوا لنا يا أخي؟ اليوم شوفوا ماذا يجري في محافظة الجوف، السعودية تهجم على أراضينا واحنا مشردين هنا، ودي قد نعاني معانا لا يعلم بها الا الله. اين الدوله؟ لماذا القبائل تواجه؟ اين الدوله اللي تحمي البلد؟ نعم اخي، ربما المشاكل كثيره ولا تعد ولا تحصى، والوقت ربما لا يسعنا ان نستقبل كافه مشاكل هذا الوطن، لكن على كل حال ان شاء الله تصل رسالتك اخي محمد العتمي الى مؤتمر الحوار الوطني، الذي نامل في الحقيقه ان يكون عند حسن ظن الجميع، وان يقوم بواجبه الوطني حتى نخرج جميعا بهذا البلد إلى بر الأمان. أشكرك محمد العثمي من السعودية. طبعا مشاهدينا الكرام، سأحاول أقرأ بعض التعليقات على صفحة الفيسبوك حول هذا الموضوع، والبداية من محمد أبو سهيل يقول، وأتمنى أيضا من أخي المخرج يظهر كافة التعليقات. محمد أبو سهيل يقول، نتوجه إليهم أي إلى مؤتمر الحوار بنداء العاجل أن يجعلوا قضية المغتربين اليمنيين في صدارة اهتماماتهم. المغترب اليمني تزداد معاناتي في كل ساعة ودقيقة في ظل صمت وزارة شؤون المغتربين وتجاهل السفارات والقنصليات والممثليات والجاليات التي صارت عبء
ثقيل على كاهل المغترب فليس لها من هم سوى كيف تسلق جلده وتبتز أمواله. ولكم أن تسمعوا صرخاتهم اليومية في صفحة صرخة مغترب على الفيسبوك. دارس أبو تمام يقول: حدث التغيير والتاريخ دار، والتقد تشدو أمانينا الكبار، فاحضني الأفراح يا أرض سبا، وابتسم للكون يا شهر آذار، وانثري الأفراح يا ريح الصبا، من شمال البقع حتى زنجبار، ومن المهرة يا غيم اتجه، واسكب الأنداء في جو ذمار. قصيدة جميلة ورائعة أخي دارس، وكنا نتمنى أن نقرأها كاملة لكنها طويلة. أشكرك على مشاركتك معنا. كهلان أبو عسر يقول: نرجو من الله أن يكونوا متحاورين لا متناحرين، إن شاء الله الكريم يكون كذلك. حمدي الزمر: كلمتي للقتلة، كيف بالأمس يقتلون الشباب والآن مشاركون بالحوار الوطني. ويؤكد أيضا حمدي يقول: أرى أن الحوار ليس مكتمل، أين الشباب الثائر من الحوار؟ نرى من كانوا بالأمس يقتلون، اليوم نراهم بمقدمة الحوار، فأي حكم هذا وأي عدل؟ نريد أن يكون للشباب الثائر بمقدمة الحوار الوطني، فلماذا أو نعم فماذا يكون الحوار القتلة غير ما يضر بالوطن ومصلحة؟ نريد حوار خالي من كل من تلطخت يده بقتل الشباب. عمار المرحم يقول: أصبحنا الآن غير قادرين على انتقاء الممثلين في مؤتمر، ولكن يقول لكل من وقعت عليهم مسؤولية وحمل هذه الأمانة عن سائر اليمنيين، أقول لهم عليهم أن يكونوا على قدر هذا الحمل وأن يتجهوا باليمن إلى بر الأمان. نجيب الأثوري يقول: رسالتي لمؤتمر الحوار، أريد من الإخوة المشاركين الاستماع إلى أصدقائهم فيما يطرحوه، العالم ينظر إليكم، فمنكم يمضغ علكة اللبان، ومنكم يقرؤون الصحف، والبعض يدردش مع صاحبي، هذا منظر طلاب صف أول ابتدائي وليس منظر يخرج البلد إلى بر الأمان. أبو عمر محفوظ بن محفوظ يقول: لا يوجد عندي أي كلام غير كلمة اتقوا الله في اليمن والشعب اليمني الذي عانى المر بالداخل والخارج. حامد يقول: أتمنى أن يخرج مؤتمر الحوار بحل عادل لكل قضايا اليمن وبدستور جديد يلبي كل طموحات الشعب اليمني. زهرة الربيع تقول: نقول للمشاركين في الحوار أن يجعلوا اليمن فوق الحزبية والطائفية والشخصية، لأن اليمن طوال 33 عام وهي تعاني من هذا المرض، وأيضا أن يلتزموا بالهدوء والانضباط لأن الجلسات السابقة كلها فوضى. وتحياتي لمنبر الثورة سهيل. شكرا لك يا زهرة الربيع. أعود لاستقبال المكالمات. ألو، السلام عليكم. عليكم. ألو، كيف الحال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم، تعرف عليك؟ عبد الرقيب ناجي عدن. عبد الرقيب ناجي من عدن، تفضل أخي الكريم. اليوم عن مؤتمر الحوار الوطني. نعم، رسالتك إلى مؤتمر الحوار والكلمة لك. أولا نبارك للحوار الوطني، مؤتمر الحوار، لأنه مؤتمر شمالي شمالي. يا عبد الرقيب، الجنوب طبعا لم يشارك. عبد الرقيب، ايش رايك ترفع عن الألفاظ هذه وكل رسالتك بشكل حضاري يعني، تفضل. الجنوب هو رقم الصعب، معنا تفضل. هو الرقم الصعب الآن لم يشارك بمثل الحراك السلمي ورئيس الشرعي على سالب البيئة. الحوار الموجود الآن هو بين شركاء حرب 94 المؤتمر والإصلاح. نتيجة الأزمة 2011 وضع هذا المؤتمر. صنعاء ترفض الحوار منذ 93 منذ وثيقة العهد والاتفاق. صنعاء لم تدعو الحوار في يوم من الأيام، ونتيجة المبادرة الخليجية والتي مزمنة وأزمة 2011 هي التي عملت المؤتمر. الجنوب بعيد من قضيته ومن هذا المؤتمر، وهو أصبح الآن الرقم الصعب فعلا، لأن الحوار هو يجسد اجتماع الزمال. طبعا الجنوب أقسم بالله، شعارهم اليوم أقسمنا بالله أقسمنا، صنعاء لا يمكن أن تحكمنا. طبعا هم منهم الشركاء في أتذكر الليرياني قال لا تذكر شخص. عبد الرقيب، لا تتكلم عن أشخاص، تفضل قول رسالتك بشكل. لا بس هو قال كلمة، تفضل. ما فيها شيء حاجة، هو قال في عام 94 بعد الحرب ماذا قال؟ قال نحن اليمنيين اليوم ابتلعنا الجنوب وعلينا أن نعد العدة لهضمة في المعدة. أما الشيخ عبد الله بن الأحمر قال عاد الفرع الأصل. هؤلاء عبد الرقيب، انا فتحت لك المجال لتقول كلمتك بدون ذكر اشخاص. يا عبد الرقيب، بدون ذكر اشخاص، والكلمه لك بكل شفافيه وضوح. شفافيه انت، انا لا اريد كلمه فلان او فلان، كلمتك انت في موضوع الحوار. ماذا تقول لمؤتمر الحوار الوطني؟ يعني انا فهمت من كلامك الان انك ضد الحوار، تفضل يعني في اطار هذا الموضوع، يعني لا تذكر اشخاص. احنا اختمنا خلاص بالله، تفضل. يعني لا يمكن
الناس عاد تعود حتى ولو فرشوا لهم الورود، لأنه خلص الثقة لم تعد موجودة. والحوار اللي كنا ننتظره منذ زمن طويل فنعرف عنه، وشعب الجنوب قرر مصيره لحاله وعلى المليونية الخامسة في الميادين، والبيعة الجديدة أو المبايعة الجديدة اللي ستتم الآن نحن بعيدين منها، لأنه نحن رافضين البيعة الجديدة لشركاء هذا الحرب. وصلت رسالة، شكرا لك. وصلت رسالتك أخي عبد الرقيب ناجي من محافظة عدن، أشكرك على مشاركتك معنا. مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي، نتعرف عليك. عليكم السلام، معك الشيخ عبد الباسط محمد السرادي من محافظة الضالع. الشيخ من؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ من؟ الشيخ عبد الباسط محمد. عبد الباسط أخي، عبد الباسط أرجوك رجاء خاص اسمعني من صوت الهاتف واخفض صوت التلفزيون. عبد الباسط من الضالع، تفضل. عبد الباسط محمد ناجي السرادي. تفضل، الكلمة لك، اخفض صوت التلفزيون بس وتفضل. أنا أسمعك من الهاتف عبد الباسط. يعني أقول لك مثل الحوار الوطني، إحنا نريد من المتحاورين إن يغلبوا الشعب اليمني وحدة مسترى ويأمنون الاستقرار، يعني من حق النجاح الوحدة، يعني نرد الخلافات والتعصبات والنعالات الحزبية وكل المشاكل التي يعني يريدون وراء المصالح. نعم، الشعب أبقى واليمن هو الأبقى، وعليهم أن يحاولوا حوار يعني من أجل الشعب هذا، وأن يخرجوا به إلى طريق العدة والسلامة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الباسط محمد من الضالع، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ من؟ عبد الكريم المليكي. عائشة؟ أيوة. كم عمرك يا عائشة؟ ست. يا سلام، أنا في الحقيقة فخور جدا أنه يكون من ضمن المشاركين معنا حتى من الأطفال الذين أبوا إلى أن يقولوا كلمتهم في هذا الموضوع ورسالتهم إلى مؤتمر حوار. يا عائشة، أيوة، إيش تقولي في هذا الموضوع وإيش تقولي المؤتمر الحوار؟ لماذا يشارك الملك علي في الحوار وهو لم قتل الأطفال والنساء والشباب؟ يا سلام، نحن نناشد عبد ربه فيهم يقوموا من يحاكموا القتلة وعلى رأسهم البلطجي قساس. Yes. وحفظ الله بمعنى يتحاكم قساس وهو والله. مشاهدينا الكرام، من البلد في خير طالما وفيها هذه الرسائل القوية. تفضلي خبريني. شكرا لك يا عائشة، وبالتأكيد والله أن رسالة بألف رسالة من طفل تأتي بهذه الحرقة على اليمن وعلى دماء الشهداء. أشكرك يا عائشة على مشاركتك معنا. ومكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم، تعرف عليك؟ نعم، علي محجزك نزودك. من؟ ألو، أنت على الهواء أخي، عرفنا باسمك. ألو، علي معدي مزول. علي من أين يا علي؟ طيب يا شباب، إذا في مشكلة في الاتصال يعني نعتذر من المتصل. يا حبيب يا علي،
للأسف أخي علي لا نستطيع أن نسمع مشاركتك بشكل جيد، حتى نترك أيضا مساحة للمشاركين معنا. مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. نعم نعم. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا أخي كريم، تعرف عليك؟ الشيخ مهدي بن حسن التيس، محافظة صادة. مهدي من صادة، تفضل أخي كريم، الكلمة لك. نعم، تفضل أنت على الهواء، الكلمة لك. معكم الشيخ مهدي بن حسن التيس. يا أخي تعرفنا عليك، والشيخ مهدي من محافظة صعدة، اخفض صوت التلفزيون وتفضل، الكلمة لك إلى مؤتمر الحوار الوطني، تفضل. نشكر قناة تيم على هذا البرنامج الناجح. لا شكرا على واجبك. شكرا ماجد. شكرا لك. ونطالب الأخوة المشاركين في مؤتمر الحوار الحلول لمشكلة صعدة. تفضل يا مهدي، تفضل. ونطالب القيادة السياسية بحل القضية صعدة، لحيث ومحافظة صعدة، محافظة صعدة من بيت جماعة مسلحة. نعم. ونطالب القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الرب منصور هادي والأخوة المشاركون في الحوار لحل القضية صعدة. ان شاء الله تصل رسالتك اخي مهدي من محافظه صعدة على مشاركتك معنا، اشكرك. مكالمه اخرى. الو، السلام عليكم. عشرة. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اخي، تعرف عليك؟ كيف حالك اخي؟ معك عارف عبد الرحمن ناصر من جده. من؟ عارف عبد الرحمن ناصر من جده. عارف عبد الرحمن من جده، تفضل اخي كريم. يا اخي نشكركم على هذا البرنامج، نشكركم على هذا البرنامج. لا شكر على واجب اخي، هذا واجب على كل البرامج. تفضل. لكن بالنسبه للحوار الوطني طيب، يعني طبعا مهمشين احنا المغتربين، بالنسبه لهم اتحد من مثل الوطني يعني كلنا مهمشين. الو، تفضل يا عارف، تفضل. يا اخي بالنسبه لمجلس الحوار الوطني يعني نجح يعني ان شاء الله، وانا طالع له بعين اللحظه يعني الى نجاحه، لكن هناك من يمثلنا من الحوار الوطني المغتربين خاصة من هم سبب يعني تعاستنا وسبب جرداء احنا المر بسببهم حاليا وسابقا. نعم. الآن ما هي الرسالة التي توجهها إلى مؤتمر الحوار أخي عارف؟ الرسالة التي توجهها إلى مؤتمر الحوار وخصوصا فيما يخص المغتربين. هذه الرسالة وجهها لمجلس الحوار خاصة المغتربين، لأنهم تركوا من يمثلنا ناس يعني هم سبب معاداتنا داخل الغرفة. يعني أفهم من كلامك أنك غير قابل بمن يمثلكم داخل المؤتمر حاليا. وجوه أو أشخاص غير هذول الذين هم كانوا سبب معاناتنا بهذه الحالة يعني. وصلت رسالتك، شكرا لك يا أخي عارف من جدة على مشاركتك معنا. مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟ كيف حالك يا أستاذ ماجد؟ حياك الله أخي الكريم، الحمد لله. معك عوض كعدل، محافظة شبوة الصعيد. عوض كعدل، يا مرحبا أخي عوض، أنت صديق البرنامج، تفضل يا عوض، الكلمة لك. أولا يا أخي أنا أوجه رسالة إلى مؤتمر الحوار الوطني. نعم. أي دورة مدنية يتحدثون عنها هؤلاء المتحاورون، وهم يأتون إلى قاعة الحوار بحراسة مشددة مدججين بالسلاح، ويدخلون إلى القاعة بقوة السلاح. لقد يسرى من هؤلاء النفر، لو إن في القمر البشر لا ترى بهم يحكمون اليمن. يعني أنت يائس لهذه الدرجة أن ما فيش في اليمن من يحكم؟ دورة 11 فبراير صبرا، لم يتبقى الحكم هؤلاء إلا أقل من عام، وسوف تتسلموا قيادة هذا البلد وتوصلوها إن شاء الله إلى بر الأمان. كان الأجدر بهؤلاء المشايخ أن يتركوا أسلحتهم في منازلهم وأن يأتوا إلى قاعة المؤتمر مشيا على الأقدام وبدون حراسة، وهذه هي النبلة الأولى لبناء دولة مدنية حديثة. السؤال، لماذا تحملون السلاح والحراسة المشددة وأنتم ذاهبون إلى قاعة مؤتمر الحوار؟ هل تريدون أن تتحاوروا السلاح؟ فماذا أنتم فاعلون؟ كما أنني أوجه نداء عاجل إلى هؤلاء الذين قاطعوا الحوار الوطني، ما هو البديل لديكم؟ لا خيار غير الحوار، فعليكم العودة إلى طاولة الحوار. نعم يا أستاذ ماجد. نعم تفضل. و
وعندي ملاحظة برضه على الوضع الأمني خلال انعقاد فترة الحوار الوطني. طبعا رفعت درجة الاستعداد الأمني إلى الدرجة القصوى لحفظ أمن وتحركات المشاركين في الحوار الوطني. وتفاجأ بمحاولة اغتيال عبد الواحد أبو راس ممثل حزب أنصار الله وعبد الله الفضلي رئيس مصلحة أراضي الدولة العقارية. الصورة اتبعت الكل. هناك أكثر من 60,000 بمختلف الرتب العسكرية تم توزيعهم داخل العاصمة صنعاء وعلى العاصمة صنعاء لحماية هؤلاء المتحاورون. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن هناك تواطؤ من رجال الأمن المتمركزين في نقاط التفتيش في مداخل العاصمة صنعاء. وإلا كيف دخلت هذه الأسرة وهؤلاء المجرمين؟ يجب محاكمة هؤلاء ومن يقف وراءهم، ويجب محاكمتهم محاكمة علنية أمام الشعب اليمني. نعم. حتى كل واحد ينال جزاء من هؤلاء. أشكرك. وأنني أرسل رسالة إلى صلاح الصيادي وهو أعتقد أنه أحد أعضاء المؤتمر الشعبي. لا نذكر أشخاص يا عوض، أرجوك لا نذكر أشخاص. أشكرك. أشكرك يا عوض كعدل من محافظة أبو، أشكرك. أنا أريد أن تكون رسائلكم بشكل عام وبما يخدم الوطن ككل. شكرا لك أخي عوض كعدل من شبوة. لا نريد تجريح أشخاص ولا نريد أن نذكر شخص بعينه، وحتى في الحقيقة حتى نكون منصفين عندما نقول رجال الأمن هناك تواطؤ من قبلهم، هناك قد نقول بعض رجال الأمن، لكن الكل ربما هذا ظلم للشرفاء ولمن يريدون الخير والاستقرار لهذا الوطن من أبناء القوات المسلحة الذين يرابطون الليل النهار لحمايتنا وحماية المنشآت الحكومية. إذن مشاهدي الكرام، المخرج يشير إلى أن هناك فاصل قصير ونعود لاستقبال مكالمتكم ومشاركتكم على الهاتف أو على صفحتنا في الفيسبوك حول موضوع مؤتمر الحوار الوطني. شكرا لكم، فاصل ونعود. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام من جديد الى موضوع حلقة اليوم ورسائلكم وكلمتكم الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل. والان سنحاول ان نقرأ بعض التعليقات التي وصلت الى صفحتنا عبر الفيسبوك حول هذا الموضوع. وتوقفنا قبل الفاصل عند الاخ ماجد الوجيه، يقول كلمتنا الى الوجوه الجديدة الشابة المتنورة ان يجتهدوا في طرح مشاكلنا بصدق ويعملوا على حلها حلا جذريا دون ترقيع، أن يطرحوا كل الخلافات الشخصية ويلتفتوا لليمن ومستقبل اليمن. أما الوجوه العتيقة التي أنتجت كل الأزمات السابقة وقامرت وأوصلتنا إلى الهاوية وسرقت ثروات البلد وأحبطت أي توجه لبناء يمن قوي ومستقبل اقتصادي وسياسي، ونقول لهم كفى عبثا ويكفيكم ما نهبتم من أموال الشعب وما خربتم في الماضي، فابعدوا عن مستقبلنا. عبد الفتاح محمد يقول أتمنى لمؤتمر الحوار التوفيق من أجل اليمن. علي العلهي يقول أقول للمتحاورين اجعلوا مصالحكم الشخصية خارج قاعة الحوار واجعلوا مصلحة الوطن فوق كل المصالح، هذا الشيء. الشيء الثاني، لا تنسوا أخوانكم في الاغتراب فهم يعانون أشد المعاناة، لقد طردنا من بلدنا بسبب مشاكلنا الاقتصادية والأمنية، نرجو أن يكون لنا صوت يسمع، نرجو أن تهتموا فينا، فنحن إخوانكم غبنا عن وطننا فلا تهملوا حقوقنا. وشكرا لقناة سهيد الرائعة. شكرا لك أخي علي، وأتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى جهة الاختصاص. عبد الله الشافعي يقول نقول لجميع أعضاء ورئيس مؤتمر الحوار الوطني الصبر والعزيمة والاجتهاد والأمانة والجد، لأن اليمن بأكمله أنتم من ستصنعوه من جديد بحواراتكم، لأن كل تيارات وأحزاب الشعب قدمت أفضل مثقفيها لكي يلم كلمة واحدة أيضا كلمة واحدة وقدر موحد بحكمة، لأن الكثير من السياسيين والمثقفين وتكاترة وصحفيين ومدرسين ومن كل الأطياف الشعب. يحيى الدجنة يقول نقول المتحاورين اليمن ومستقبل اليمن وأجيال اليمن أمانة في أعناقكم، فمن أجلها ضحى الشهداء بدمائهم.
يمني شامخ كان يقول صح لسانك أخي حمدي زمر، فمطلبنا هو خروج القتلى من الحوار الوطني وعلى رأسهم الراعي والبركاني. راجع لك يا وطني يقول أين الشباب الثائر شباب المستقبل من الحوار الوطني؟ اليمن يمن جديد خالية من العائلة وبقايا. أبو الوزير الحضرمي يقول الحوار الوطني هو الخيار الأمثل لحل جميع القضايا الوطنية بما فيها القضية الجنوبية، ولكن الحوار الذي نراه في هذه الأيام وما تشوبه من أحداث ومخالفات من قبل بعض المتحولين المستهترين بالحوار فإنه لن يخرج بحلول مرضية ومقنعة للجميع. أبو إبراهيم الزمر يقول نريد أن نرى الحوار بدون القتلة، نطمح بيمن خالية من القتلة الفاسدين الجبناء وليس أن نراهم في مقدمة الصفوف. ويؤكد أيضا يقول عجبا للقتلة لم تخزى وجوههم، قتلوا الشباب واليوم يمثلون بالحوار. حيدر السعيد يقول لا در عمر قال المقداد وهو على باب الدولة وقد رشح 6 للخلافة بعده وهم يختاروا أحدهم بعد 3 ليالي، إذا لم يخرجوا بالتوافق على أحدهم يقتلوا جميعا، فمن مقدادنا إذا لم يتفق الجميع حرصا على وحدة الأمة؟ وهل لجنة الانضباط لديها نصف جرأة عمر وصلابة المقداد؟ والله معك يا يمن. نتوقف عند هذا التعليق ونستقبل المكالمة. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخي، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية أخي. تركي من أين؟ من شبوة، محافظة شبوة، مديرية ميفع. تركي من شبوة، تفضل أخي الكريم، الكلمة لك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير وصلاح البلاد والعباد. نعم. ونقتدي بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم. دائما يا أخي الكريم الحوار الهادف والحوار البناء هو مخرج للجميع، هو الحل الأساسي لمخرجات البلاد إن شاء الله. فنرجو من الجميع أن يصبروا وتتكاتف الجهود المشايخ، تتكاتف جهود الأحزاب والتنظيمات وقادتها إلى أن يخرج الحوار برؤية للبلاد. نعم. فإن شاء الله مستقبلنا زاهر بإذن الله عز وجل. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. نعم. فالحوار إن شاء الله يعني فاتحة خير بإذن الله عز وجل. نعم. إن شاء الله. شكرا لك أخي تركي باشيبة من محافظة شبوة على مشاركتك معنا. مكالمة أخرى. السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي كريم، تعرف عليك؟ معك علي حمزة حبيبي من السعودية. علي حمزة من السعودية، تفضل أخي الكريم. كيف حالك يا أخي؟ حياك الله بخير، دام الوطن بخير، تفضل أخي الكريم، الكلمة لك. الوطن بخير إن شاء الله، وكل عام إن شاء الله الوطن بخير. إن شاء الله يا رب. حياك الله يا حبيبي، والله نحن المغتربين نترقب يعني الحوار يعني الحوار الشامل، يعني نصر عليه حتى لما الصباح، المهم نصر عليه ونرجو من الأخوة المتحاورين. نعم. أن يكون يعني عند حسن نية الشعب إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله يا رب العالمين أن يذكروا المغتربين، يعني في الآن صدرت قرارات ضد المغتربين يا حبيبي، يعني غير المقيمين وغير المقيمين، وسلم روح يا أخي، لازم يعني يشوفون يعني حل هذه المشكلة. نعم. بالتأكيد كثرت مشاكل المغتربين، وإن شاء الله نتمنى أن تكون للمغتربين مساحة كبيرة في الحوار الوطني وحلول مرضية لكل الإخوة المغتربين خارج الوطن. أشكرك أخي علي الحمزة أو علي حمزة من السعودية على مشاركتك معنا. نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي كريم. مساء الخير يا ولد ماجد. مساء النور والعافية. إسماعيل البعداني. إسماعيل البعداني، مرحبا صديق البرنامج الوالد إسماعيل البعداني من السعودية، تفضل. الله يحفظك، أولا أمسي عليكم في الخير. مساء النور والعافية. ومهما قدمت من شكر ومن تقدير لهذه القناة، قناة الحرية، قناة الشعب، قناة الأحرار، فلا نوفيها حقها صراحة لا هي ولا طاقمها. شكرا لك، وهذا أقل واجب نقدمه، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن. وأما بالنسبة للحوار فكل الناس آمنين خير، فأرجو من المتحاورين أولا أن يحطوا الخلافات على جنب، وأن يضعوا مصالح الشعب اليمني فوق كل مصلحة وكل شيء. نحن منتظرين فارغ الصبر سواء في داخل الوطن أو في المهجر لهذه اللحظات التي كنا نتمنها من زمان. نعم. وكفانا 33 عاما ونحن في سنين عجافة يا ابني.
فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم. وكان بودي أن لا يدخلوا المتحاورين اللي أيديهم ملطخة في دماء الشهداء، وخاصة زمرة منهم، وخاصة المبرقعة الذي قالت اقتل منهم يا علي مليون، اقتل مليونين، اقتل ثلاثة. فأنا أقول لهذه الذي قالت هذا الكلام ولأمثالها، اتقوا الله، أنتم على شفا جرف هار، فأرجعوا إلى صوابكم، وأما المحاكمة إن شاء الله يحتيكم. لكن الآن نحن في بناء الشعب، بناء اليمن الجديد، فغيروا من آرائكم وغيروا من مصطلحاتكم القديمة، وإن شاء الله إذا لم تتحاكموا في الدنيا فسوف تتحاكموا في الآخرة. لكن أنا واثق كل الثقة إن المحاكمة حتجيهم في الدنيا قبل الآخرة، اللي على يد ملطخة الدماء. أقدم من خلالكم تحياتي لشرفاء الشعب، تحياتي للأحرار والحرائر يوصلون هذا. أقدم من خلالكم تحياتي للفرقة الأولى مدرع وقائدها، وللجيش الشرفاء سواء في الفرقة أو في الأمن أو في كل مكان، لوقوفهم لأنهم جيش الشعب وجيش الطورة. لكم تحياتي، أتمنى من الله أن يوفقنا ويخرج الحوار هذا إلى طريقا يستطيع اليمن ينير دربه. تحياتي لكم جميعا. شكرا لك الوالد إسماعيل البعداني من السعودية على مشاركتك معنا وعلى هذه الرسائل الهامة التي وجهت من على طريق برنامجنا. شكرا لك. مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، مرحبا، السلام عليكم. كيف حالك؟ حياك الله، نتعرف عليك. علي حمد محمد ندران. علي حمد من أين؟ حياك. علي حمد محمد ندران. من أين يا علي؟ من مأرب. من مأرب، تفضل يا علي، الكلمة لك. حياك الله. إن شاء الله بإذن الله سيكون أولا بالحوار إن شاء الله يكون ناجح بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ألو، تفضل يا علي، ماذا توجه من رسالة إلى مؤتمر الحوار الوطني؟ الرسالة التي توجه من مأرب إلى مؤتمر الحوار الوطني، ماذا تقول لهم؟ إن شاء الله إن شاء الله يكون خير. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. و اللهم صل عليه الصلاة والسلام. تسمعني الآن؟ نعم، أسمعك بشكل جيد، تفضل يا علي. إذا إن شاء الله تكون رسالتك وصلت، وشكرا على مشاركتك معنا. نستقبل مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا يا أخي الكريم؟ لم أسمعك بشكل جيد. يبدو أن لديك مشكلة أخي الكريم في التغطية، لكن على كل حال إن شاء الله تعاود الاتصال بنا في تغطية مناسبة حتى أسمعك بشكل جيد. لكن على كل حال نستقبل مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أنا سعد. نعم، أنت على الهواء أخي الكريم، نتعرف عليك. حياك الله، معك صالح أسعد. صالح أسعد. صالح أسعد، من أين صالح؟ من الريمة يا أخي. من الريمة، تفضل أخي الكريم. الله حييك، الكلمة لك، تفضل. الهولة، رسالتك إلى مؤتمر الحوار، تفضل. نعم، نقول للإخوة في الحوار والإخوة اليمنيين كامل أن أصل اليمن واحد، وأن الوحدة هي الأصل، وإنما الانفصال هو طارئ بسبب الاستعمار البريطاني والشمول الإيماني، وأن عام 90 هو إعادة للوحدة فقط، وأصل اليمن واحد. وأي إنسان يريد أن يفك الارتباط أو كذا فهو وائم، وإن الثورة قامت على المظالم لتوحد الجميع. نعم. صالح. أيوة نعم، تفضل. أقول أنه لابد أن نوحد قلوبنا ونوحد آرائنا ونوحد أهدافنا لنزيل الظلم الذي قامت الثورة الشعبية الشبابية السلمية من أجله. فلا بد أن ننتبه لوحدة الوطن ولوحدة القلوب ولوحدة الأمة الإسلامية إن شاء الله، فلا نعيش قضايانا الخاصة ومصالحنا الذاتية الضيقة. فلا بد أن نهتم بمصلحة الوطن أولا وأخيرا. وشكرا. شكرا لك أخي صالح أسعد من محافظة ريمة. استقبل مشاركة أخرى. ألو، ألو، السلام عليكم.
طبعا مشاهد الكرام، ايضا الامين العام لمؤتمر الحوار الاخ ياسر الرعيني اكد في ما يخص موضوع الشباب، يقول ان عدد اعضاء المؤتمر 565 ونسبه الشباب 145 عضوا، والاشكاليه لا تكمن هنا بل تكمن في ان الشباب يقولون هناك من دخل مؤتمر الحوار باسم شباب الثوره وليس لهم علاقه بهم. ونحن تكلمنا اكثر من مره انه في حال ثبت أن هناك أشخاص دخلوا مؤتمر الحوار باسم المستقلين وهم منتمون لأحزاب ترفع هذه الإثباتات وسيتم إحالتها إلى لجنة المعايير والانضباط لاستبدالهم. ألو، السلام عليكم، مكالمة أخرى. الأخت ريماس من عدن. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي، الكلمة لك. صح، اليوم يعني موضوع حلقتكم عن الحوار الوطني. أي حوار وأي وحدة أنتم تتكلمون عنه إذا كنتم تتهمون بعدم الإيمان والكفر وتحليل دمنا هذا يعني. عفوا يا ريماس، ريماس. نعم. من هم اللي بيتهموكم بالكفر وعدم الإيمان؟ الشيخ تبعكم الإمام تبعنا، معنا شيخ في الجامع حالته حالة، والله ما بذكرش هذا الكلام، لكن على كل حال تفضلي، الكلمة لك بكل شفافية ووضوح. نريد نقول لكم لأننا دولة لها سيادتها وعملتها وحدودها وشعب راقي ومتعلم. نعم. يعني وإن طالبنا بفك الارتباط فهذا من حقنا. إذا كان شعب الجنوب وأبناء الجنوب هم المظلومين وهم المغرورين، إذا كان جميع من يشتغل في القطاعات ومن يستهلك ثروتهم هم الأبناء الشمال، في أي حق وأي دولة أنتم تتكلمون عنها وحدة؟ هذا هو الشيء. وايضا ما تسموه بالحراك المسلح في قنواتكم، يعني من قال لكم ان الحراك مسلح؟ اولا نحن من نفرق المظاهرات، الحراك ليس مسلح. وبعدين اعتقد ان النظام صالح لم يروح بسبب ان ما كان يستخدمه صالح في ثواركم وثورتكم الحين انتم تستخدموه معنا، سواء من قولكم يا ريماس. عفوا ريماس. نعم. أنت بتخاطبيني من بداية مشاركتك، أنتم وأنتم من أنتم؟ يعني نحن المذيعين والمصورين ولا من يعني؟ من قناة سهي ولا من يعني أنتم؟ الكل، سواء قناة سهي، قناة من الشباب، قناة الشباب. يعني نحن بنفتي بقتلكم ونحن بنقتلكم. لا، من فتى بقتلنا وهو من شيوخكم، من يكون نحن سمعنا. طيب بالنسبة للحراك المسلح، يعني أنت تقولي لا يوجد حراك مسلح. نعم أيوه. أنت الآن تدافعي عن الحراك المسلح؟ ليس حراك مسلح. إن لم تكون أنت من الحراك المسلح، لماذا تدافعين عن الحراك المسلح يعني؟ أنا لم أقول حراك مسلح، شوف كيف أنت يعني تغير كلامي، أنا قلت لا يوجد حراك مسلح. يعني لا يوجد. تقولوا حراك مسلح. طيب الذي بيقتل الأبرياء من هم؟ من فين بتجي هذه؟ أنتم إيش يعني ما تشوفوش الجيوش لما يقتلوا بالدبابة؟ احنا نسمع الدبابات لعندنا، نسمع طيب الدشكة. طيب اوكي، الذي بيقتل العساكر من يعني؟ مع الدشكة شباب معهم دشكة؟ هذا كلام يدخل بالعقد؟ انتم ممكن تضحكوا هكذا كان يقول علي صالح عليكم انتم وثواركم. على كل حال ريماس، ريماس. نعم. انا كنت حريص ايضا اني اترك لك مساحة كبيرة بالحديث الى مؤتمر الحوار، لكن انت ايضا لا تعترفين بشيء اسمه مؤتمر الحوار. اكيد كل ابناء الجنوب لا يعترفون بالحوار. مش كل ابناء جنوب، انت ريماس، ريماس لا تعترف بشيء اسمه حوار. احترم رايك، شكرا لك يا ريماس. صدقني يكون له علاقه بالاصلاح. شكرا لك، انا اتمنى انه ما احد يتكلم عن ابناء المحافظه الجنوبيه بشكل عام، كل واحد يعبر عن رايه. ريماس ليست مع الحوار، احييك يا ريماس على مشاركتك معنا وشكرا جزيلا لك. مكالمه اخرى. الو، السلام عليكم. السلام. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله الكريم، انت على الهواء، انت تعرف علي؟ عبد الفتاح من الضالع. عبد الفتاح من اين؟ من الضالع. من الضالع، تفضل اخي عبد الفتاح. اولا احييك واحيي قناة الهيل على هذا البرنامج، واتمنى من الاصابة المتحاورة ان يخرجوا لهم بمخرج ينقذوا انفسهم من الجرائم اللي ارتكبوها، لان اعظم المتحاورين قتلة نفوس مجرمين يهبوا الأرض في الجنوب ونهبوا كل شيء، وليهم يتحاوروا؟ كان هؤلاء مفروض مصيرهم سجن هؤلاء المتحاورين. يعني وأنا مدين على اعتقال الشيخ حسن بن نعم وهو من أشرف الرجال داخل شبوة، ولماذا يعتقل؟
Yeah. إذا كان يتكلم عبد الجنوب المتحاورين يتكلم عبد الفتاح عبد الفتاح ولكن قل مشاركتك وكلمتك دون ذكر أشخاص أرجوك رجاء خاص والكلمة لك بكل شفافية ووضوح لكن دون ذكر أشخاص لأنه الله عفوا تفضل لن نذكر أشخاص أنا قلت لك على أتغال الشيخ بالنعم هذه جريمة هو إنسان بريء ومحاكمة من هبوا أراضي الجنوب استثناهم بالقاعة كلهم أحد الأشخاص نهب من زل علي سالم البيض وأحد نهب أراضي الجنوب كلهم موجودين في الحوار هل يحل مشاكل هذا العصابة هل يعقل إن عصابة والصوف يحل مشاكل في أي عالم لا يوجد عصابة ما يفتح المشاكل أبدا والجرائد ترتكب بالجنوب مستمرة يوميا أسوأ جرائد ترتكب يعني والحديث عن الوحدة 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 إذا كان الشعب بالجنوب لا يريد وحدة فلا داعي لها من أفضل مصلحة الشعب أن الشعب الشمالي يعيش بسلام ونتمنى أن الأخوة في الشمال أن يرجعوا حساباتهم وينظروا إلى الجنوب لأنه دولة والشمال دولة أشدعي الكتاب التكفيرية من الشيخ محمد الإمام وشكرا شكرا لك أخي عبد الفتاح من محافظة الضالع على مشاركتك معنا للأسف الشديد مشاهدينا الكرام انتهى وقت البرنامج وفي جعبتنا الكثير من التعليقات التي وصلت إلى صفحة البرنامج نأسف لأن لا نستطيع أن نقرأها كاملة نظرا لضيق الوقت ونعتذر أيضا لمن لم يتمكن من المشاركة معنا عبر الهاتف نظرا لازدحام الخطوط وكثرة المشاركين معنا أشكر كل من شارك معنا حول هذا الموضوع كما أنقل لكم في ختام هذه الحلقة تحيات فريق العمل ماجد دهيم يحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.